بفكر فيك ومش بنساك، وباقي عليك ومش هيأس، ومهما تغيب انا فاكراك مادام عايشة وبتنف. كنت فين يا لأ لما انا قلت اه، وعليكي والله طريقة علقتي قلبنا بدقيقة. انا مش بجاملك دي حقيقة، حتى القمر جنبك عادي. قوي قلبك عالفراق علميه الكبرياء، لو في يوم اشتقتي لي احرمي من الاشتياق. مزاجي حلو شكلي حلو عليا كده دايم. مرحبا اصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. فيديو اليوم مميز جدا، بيجمع بين الاحساس والجمال. صوتين من اقوى الاصوات اللي غنت في برنامج بوليفارد المواهب، واللي هي بسان اسماعيل من سوريا وبسمة عطاء من مصر. رح نسمعهم اليوم بأغاني من أصعب الأغنيات اللي ممكن يغنيها المطرب، لأنها بتحتاج لإحساس عالي، وبتحتاج لصوت رنان، وبتحتاج لعرب وحليات جميلة. لكن يا ريت قبل ما نبدأ الفيديو بدي أذكركم إنكم تدعمونا باللايك، لأنه اللايك بيدعمنا وبيخلينا نستمر، وإنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. طبعا كلنا بنعرف بسان إسماعيل وبسمة عطا من الأصوات الحساسة الرنانة. اليوم راح نسمعهم كتير بشكل عفوي، بيغنوا بناء على طلب الجمهور. طبعا الأغاني كلها تقريبا رومانسية حساسة، تحتاج لصوت وإحساس عالي، لأنها بتحتاج لأنه الواحد يقدر يتحكم بصوته بالعالي وبالواطي، وأنه يتحكم بصوته في العرب والحليات اللي ممكن تعطي جمال للأغنية. ما بدي أطول عليكم كتير، خلينا نسمع الأصوات. بس ياريت تكتبونا في التعليقات مين أجمل، صوت بسان ولا صوت بسمة، لأنه أنا بصراحة احترت بين الصوتين ومش قادر أميز بينهم. بفكر فيك ومش بنساك، وباقي عليك ومش هيأس، ومهما تغيب انا فاكراك مادام عايشة وبتنفس. حرام الحب بعد سنين يضع بكلمة ولا اتنين. حبيبي انا وانت بني ادمين، غلطنا بيبقى مش مقصود في بعدك عايشة مهمومة، ومن اللي عملته مصدومة، وحاسة كأني مقسومة، ونص التاني مش موجود. كنت فين يا لأ لما انا قلت اه، وكنت فين يا عقلي لما مشيت ورا، بعد ما فقت لقيت الموت بجد ارحم من اني اعيش لو ثانية واحدة كمان معاه. هيقول ارجع له عشان سبته، مش ناقصه كآبة، في ناس تمسك فيك لما تكون هي المتسابة. أيوة. نفخ نفسه على ايه وعليا ليه نافش ريك. انا سايبكي براحتك، استني خليكي معايا، ده انا سبت كل اللي ورايا. ما انا في الجمال شايفك آية، ومفيش كده في الدنيا دي. وعليكي والله طريقة علقتي قلبنا بدقيقة، انا مش بجاملك دي حقيقة، حتى القمر جنبك عادي. هو سابك وبيدي لما كنت في يوم علي، يعني هو ما يستاهلش. طب قولي ليه بتبكي ليه؟ قوي قلبك عالفراق علميه الكبرياء، لو في يوم اشتقت لي احرمي من الاشتياق. مزاجي حلو شكلي حلو عليا كده دايم.
ما يملى حد لو حتى كل الدنيا بتحدى. ايه اليوم الحلو ده؟ الحلوة دي. مثل ما شفنا صوت بسان اسماعيل وصوت بسمة عطاء، بصراحة الصوتين كتير متقاربين من بعض وكتير تقريبا أدائهم نفس الأداء، ولكن هناك تفاوت في الحليات، تفاوت في بحة الصوت. بسمة عطاء عندها بحة صوت رائعة جدا، وبسان اسماعيل من الأصوات الجميلة. ياريت تكتبونا في التعليقات مين أكتر صوت عجبكم، صوت بسان اسماعيل ولا صوت بسمة عطاء، بعيدا عن التحيز. كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين، تحياتي لكم، استنوني في فيديو جديد.